هنشوف الركنية التانية اتلعبت مقواسة وادي جول 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 ربيعة ربيعة أصدقائي بيفتتح التسجيل ولا مين ده علي زعزع علي زعزع بضربة راسية حديدية على بعد ايه على بعد ربع متر فقط في الدقيقة 12 وجها الوجه مع عامر تقريبا علي زعزع دخل بالكرة المرمى بصوا حضراتكم الكرة اللي فيها سويرف وفيها لولبة وفيها كرة مقوسة جميلة لكن غياب دفاعي كبير من الذئاب وعلي زعزع يفتتح التسجيل أصدقائي ويسجل أول أهداف اللقاء وأول أهداف علي زعزع.